التكريم ده بيديك حافز للموسم الجاي بسبب مسؤولية كبيرة. ان شاء الله نقدر ان شاء الله السنة الجاية نحقق برضو موسم زي السنة اللي فاتت كده ونحقق بطولة ان شاء الله النادي سموحة ان شاء الله. كان الواحد لسه جديد طبعا على النادي، لكن الواحد من ساعة ما جه بصراحة مش حاسس اللي هو طبعا بعد النادي الاهلي طبعا زي ما انت عارف كل حاجة فيه طبعا من احسن الاندية في مصر. كل واحد جه هنا بصراحة مع الباشمهندس فرج عامر، الواحد حاسس ان هو مش غريب، وده طبعا يمكن احنا لسه جداد، يمكن الناس المجهود ده للناس اللي هم اللي قدوه السنه اللي فاتت في كل الالعاب بصراحه، يعني مش كره قدم بس. فان شاء الله اللي انا ان شاء الله الواحد بيتمناه السنه دي ان اللعيبه اللي جت دي الكتير اللي جت دي اللي احنا نقدر ان شاء الله نخلي سموحه في مكان احسن ان شاء الله من احسن اللي عملوه السنه اللي فاتت ان شاء الله. طبعا حاجه حلوه ان بعد سنه طويله من تمرين وحاجه ونروح بطوله ونعم فيها، حاجه حلوه ان نتكرم ويعني يحس ان احنا النادي بتاعنا بيقدرنا يعني، ونبقى بيحس بينا على طول، بيعمل لنا حفلات على طول معانا. فطبعا مبسوطه جدا، واتمنى يعني قبلك بعد كده يبقى في اكتر واكتر يعني. والله يعني هو الحمد لله دي حاجه حلوه قوي ان انكل فرج عامر يعمل لنا تكريم لكل اللعيبه الدوليين وكده، وده حاجه حلوه يعني، ده بيشجعنا يعني. الحمد لله انا خدت تاني عالم، كانت احسن انجاز بالنسبه لي. ان شاء الله يعني بدعم انكل فرج وكده ان شاء الله السنه الجايه اقدر اني اخد اول عالم. والحمد لله طبعا على التكريم اللي حصل النهارده لكل المتفوقين رياضيا في نادي سموحه، وده حاجه يعني جميله من المهندس فرج مجلس الاداره انه بيكافئ الابطال اللي حققوا ميداليات في الاولمبياد، اللي حققوا انجازات في الالعاب الفرديه. انا سعيد بهم جدا جدا، وسعيد انا بنتمي لنادي سموحه، نادي بيخرج ابطال وفرق على مستوى عالي. تايكوندو بصراحه مش واخد حقه في النادي، ودي اول تكريم يحصل اصلا في النادي بالنسبه للتايكوندو. نادر قوي لما بيحصل يعني تكريم لبتوع تايكوندو، وفي كتير قوي بصراحه هنا مظلومين جدا في التايكوندو، مش بياخدوا حقهم ولا بياخدوا ولا مشهورين ولا بيتعمل لهم اي حاجه ولا حقهم موجود اصلا، ومش معروفين مع انهم بياخدوا بطولات كتيره جدا. طبعا الحمد لله طبعا نادي سموحه نادي كبير، احنا يمكن فضلنا ان احنا نجي هنا، يمكن نادي في التزاماته في في في, في الاستقرار بتاعه ان هو نادي كبير، فطبعا دي اضافه قويه هتبقى لينا، واحنا بنعمل ان شاء الله ان احنا نضيف حاجه قويه للنادي باذن الله. انا اخترت نادي من احسن نوادي في مصر، بالمشوارات فرج طبعا مستقر اللعيبه كلها وفرقه كويسه قوي، جابوا لعيبه حلوه قوي، فطبعا يعني من تحت اهلي والزمالك هو نادي سموحه اللي طالع، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه السنه دي ان شاء الله بالمجموعه اللي جت نقدر نحقق الانجاز اللي ان شاء الله نحققه السنه اللي فاتت، ناخد دوري ناخد كاس ونلعب بطوله افريقيا. انا طبعا اتفاجئت ان السيادة القائد محمد ديه سلماوي، اتفاجئت ان هو مهتم جدا بالرياضه وبتشجيع الابطال، وهو دعاني ان انا ازور المنطقه الشماليه، ولقيته يعني كان مبسوط جدا من اداء سموحه، وهو بصفته ان هو في الاسكندريه كان يتمنى انه يكلل مجهود سموحه بالبطولات، واثنى على الابطال الرياضيين وكرم عدد من الابطال اللي سجلوا اللي حققوا بطولات عالم في نادي سموحه. اللجنه الاولمبيه ناس محترمين جدا، لكن انا وجهه نظري ان احنا ما نعاقبش المتفوق على تفوقه. الحاجه الثانيه من وجهه نظري ان الجمعيه العموميه المصريه هي اللي شالت رئيسين وجابت الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي اللي بتايده، فالجمعيه العموميه اللي فيها 120 الف واحد حق اصيل ليها، طبيب واللي دكتور واللي مهندس واللي كاتب واللي صحفي واللي ظابط واللي ما نقدرش ابدا نصادر رايهم في حاجه. الحاجه الثانيه عمرهم في حياتهم ما هيخطئوا ويجيبوا حد غلط. الحاجه الاهم ان الوحش يمشي في خلال سنه، ما احنا شايفين انديه فيها وقفات احتجاجيه ضد الناس وفيها بيطالبوا برحيل رئيسها، بيطالبوا برحيلها وبيطالبوا كده. بعدين المؤسسه دي مؤسسه ناجحه، اغنى نادي في مصر، اكتر نادي فيه ابطال. هل نعاقب الناجح يا باشمهندس؟ اكتر نادي هو ده طبعا. انا متاكد ان سياده الوزير هينظر للامور دي، او الدوله يجب تنظر للامور دي. الحاجه الثانيه لما مسكوا الخلايا الارهابيه
لما مسكوا الخليه الارهابيه بتاعت حلوان، اول كلمه قالت ايه؟ احنا هدفنا شباب الانديه، احنا هدفنا شباب الانديه. الحاجه الاهم بقى ان لو محمد فرج عمر مشي، الاخوان المسلمين هم اللي هيمسكوا النادي ده، لان احنا اول انتصار ضد الاخوان واول هزيمه للاخوان واول مره يسقط الحكم المرش هنا في سموحه من ستات النادي، كانوا الستات قبل الرجاله، هم اللي عملوا كده. انا في يوم ما جيتش وكابتن شوبير قال الموضوع ده، لان انا كنت متاكد ان هيحلوا المجلس، عملوا تخطيط مع اسامه ياسين انه لو جابوا 100 واحد هيعملوا الكلام ده، جم هنا ومعهم وكيل وزاره الرياضه ما قدروش يجمعوا الا 71 واحد. اتفاجئت ان وليات الامور والستات والاعضاء النادي راحوا 1789 دخلوا استاد التنس وقلبوه عليهم ضلمه وقلعوا البرنس هدومه ويسقط حكم المرشد وسقطوا المرشح بتاعهم وعملوا كذا. انا معنوياتي كانت في السماء، حسيت ان مصر فيها امل، لان بيني وبينك انا كنت يأس. بص انا في المقام الاول اتمنى النجاح لسموحه ده باي وضع، اي حاجه في الدنيا لسموحه انا احبها، لان انا راجل بنتمي لسموحه. سموحه عصب المجتمع السكندري، الطبقات المثقفة كلها هنا، قلعة رياضية بنهتم بكل الرياضات، عندنا أبطال عالم في كل الألعاب، مش في الكرة بس، في كل. أنا جاي النهاردة عشان أكرم الصغيرين، أنا كل اللي راحوا الأولمبياد من أبناء الأعضاء العاملين، أنا كل أبطال العالم اللي طلعوا هنا وأبطال أفريقيا وبطل العالم في السباحة وكده، أو أعضاء عاملين لعبوا رياضة على إيدينا، والفريق الكرة القدم ده فيه 6 أو 8 أعضاء عاملين، فاتخلقت منظومة رياضية ناجحة.